والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح الأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة الأجدع ست. طيب أول وصفة هنعملها مع بعض النهاردة هي فتة الشاورما. فتة الشاورما عشان نعملها عايزين طبعا هي بتتعمل بكذا طريقة كذا 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 طريقة. النهاردة هنعملها بالطريقة دي اللي هي عايزين نص كيلو دجاج يكون متقطع شرايح، وعايزين بصلة واثنين فص ثوم، ثلاث معالق كبيرة زيت، اثنين طماطم مقطعة، اثنين بطاطس مكعبات مقلية، تلت كوباية بقدونس، واحد معلقة كبيرة بهارات شاورما، واحد معلقة كبيرة من السماق، اثنين كوباية رز، واحد مكعب مرق، واحد معلقة صغيرة كركم، اثنين خبز مكعبات مقلي أو محمص زي ما تحبه، اثنين كوب زبادي، ثلاث ارباع كوب طحينة، اثنين فص ثوم، اربع معالق كبيرة ليمون. عايزين بقى اضافات انتوا تحطوها الوش، بنخلي شوية من العيش، بنحط شوية سماق، ملح وفلفل، يعني خلوا شوية كده حاجات علشان نزين بيها الوش بتاع الطبق الشاورما بتاعنا. طيب دلوقتي احنا عايزين اول حاجة نعملها علشان نكسب وقت ان احنا نعمل الرز. الرز هنعمله بشوية زيت ومكعب مرق. هناخد دلوقتي شوية زيت ونعمل الرز عادي جدا، بس بحاول بحط له مكعب مرق كده عشان اخلي طعمه لطيف، وهحط له كمان الكركم. عندنا هنا ده، وعايزين مكعب المرق اهو. نحط الرز، هحط برضو شوية ملح وشوية فلفل، شوية ملح بس مش الملح طبعا العادي اللي بحطه، لان احنا هنحط مكعب المرق وطبعا هو بيبقى فيه شوية ملح. هنحط الكركم، معلقة صغيرة كده يعني يا دوب، خليه من غير معلقة يعني شوية كده بس، ايه عايزة الرز اصفر انا. طيب هنحط دلوقتي المية، على ما يتحمر هنحط احنا التوابل اللي عندنا كلها. شايفين كل ده وانا لسه ما حطيتش البصل. هنحط شوية سماق، طبعا الشاورما بتتعمل بكذا طريقة، هنحط شوية ثوم دلوقتي، هنحط بقى شوية ملح يعني وشوية فلفل، وهشيلها من على النار، اتحمرت عندي وبقت ممتازة خلاص كده ممتاز. هناخدها بقى نحطها هنا، هنحط لها البصل وهنحط القوطة وهنحط كمان البقدونس، وهقلب الكلام ده كله. تقدروا كمان علشان تبقى أحلى وأحلى اطفوا فيها فحمة، شوفوا بقى شكلها وريحتها طبعا قوية جدا. عايزين قد ايه زبادي احنا طالبين؟ عايزين 2 كوب زبادي ونص كوباية 3/4 كوباية طحينة. هنحط الزبادي هنا اهو، وهنحط الطحينة. طيب هنا حطينا الطحينة وتوم، طحينة وتوم وزبادي، وهنحط الليمون، طحينة وتوم وزبادي وليمون، وهنحط شوية ملح عليهم.
والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح لأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة الأجدع